أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة وعدد جديد من برنامج متر الصحافة لهذا اليوم، نرصد به أهم الأحداث والعناوين التي حصلت في هذا الأسبوع. ومن بين العناوين في العالم العربي والعالم أيضا كان قرار واشنطن في الضغط على الفلسطينيين في عدم رفض صفقة السلام التي خططها ترامب. بالإضافة إلى ذلك، هناك مبدأ وقرارات أن كل القرارات التي أخذها ترامب بحق الفلسطينيين تؤدي إلى توتر العلاقات من يهود أمريكا في إسرائيل، والقرار المفاجئ الذي جاء على لسان ترامب بدون استشارة أكبر مستشاريه هو انسحاب قواته من سوريا. بهذا أبدأ وأنتقل إلى الملف العالمي والعالم العربي لنكمل باقي فقرات متر الصحافة لهذا اليوم. نشر على وكالة الأناضول: ترامب وقمع الفلسطينيين يوتر علاقات يهود أمريكا بإسرائيل. هاجم أحد أبرز زعماء يهود الولايات المتحدة الأمريكية بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وعلاقتها مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال أريك جولدشتاين رئيس الاتحاد اليهودي في نيويورك الذي يضم في صفوفه مليون يهودي أمريكي قوله الوفد الإسرائيلي أن التحالف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الفلسطينيين يبعد يهود أمريكا أكثر وأكثر عن دعم إسرائيل. وفي فرانس 24، الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بمساعدات الفلسطينيين بقيمة 350 مليون دولار للعام 2019. طالبت الأمم المتحدة الاثنين المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إلى الفلسطينيين بقيمة 350 مليون دولار للعام 2019، وأعلنت أن المساعدات تراجعت بشكل كبير بعد توقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم المالي إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو الأونروا. وفي القدس العربي، مشروع قانون إسرائيلي لإبعاد منفذي العمليات الفدائية ومعارضة من الأمن والجيش. صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مسودة قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وتمت الموافقة على مشروع القانون بالضغط من وزيري البيت اليهودي نفتالي بنت وأيالة شاكيد، بينما عارضه مسؤولون عسكريون وأمنيون من بينهم رئيس جهاز الأمن العام الشباك نداف أرجمان ورئيس الأركان الإسرائيلي غادي أيزنغوت والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، الذي أكد حسب ما ذكرت القناة العاشرة العبرية أنه سيلحق الضرر الكبير بإسرائيل على المستوى الدولي. وفي روسيا اليوم، واشنطن تحذر من مغبة رفض صفقة القرن. حذرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمام مجلس الأمن الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي من مغبة رفض خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن جانبها، أكدت موسكو رفضها فرض سياسة الأمر الواقع وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة سابقا باعتبارها أساس باعتبارها أساسا للتسوية. وفي القدس العربي، الشيوخ الأمريكي يبحث الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة مشروع قانون يدعو إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأن عضوين من الحزب الجمهوري إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون غير ملزم يشجع على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان كعقوبة لرئيس النظام السوري بشار الأسد. وأخيراً، على صحيفة الشرق الأوسط، العاهل الأردني يؤكد للرئيس الفلسطيني ضرورة كسر الجمود في العمليات السلمية. شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة كسر الجمود في العملية السلمية عبر إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين. وقال الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال اللقاء الذي عقد في قصر بسمان رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة في بناء وحدات استيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تشكل عائقاً حقيقياً أمام الوصول لتحقيق السلام العادل والدائم وفق حل الدولتين، وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي. إذا مشاهدينا، كانت هذه أهم وأبرز العناوين والأحداث التي شاهدناها في هذا الأسبوع. وعن ظاهرة الألقاب الجماعي التي شاهدناها أيضا هذا الأسبوع من القرارات الإسرائيلية من تشريد عائلات وهدم منازل أيضا، وأيضا توسيع الاستيطان وشرعنة الاستيطان. فقد أشار الكاتب جاك خزمو في مقاله لليوم الذي سنعرضه اليوم عن النضال الذي سيستمر فيه الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال نتيجة توسيع الاستيطان ونتيجة تشريد العائلات وهدم المنازل. لنتوقف قليلا عند المقال ونعود لنكمل حديثنا حول الاستيطان وتشريعه. العقاب الجماعي الإسرائيلي يعزز النضال ضد الاحتلال، بقلم الكاتب جاك يوسف خزمو. صرح رئيس الوزراء إسرائيل
السابق والراحل في أواسط الثمانينات من القرن الماضي إسحاق شامير بأنه فخور جداً ومعتز كثيراً بأهم إنجاز سياسي حققه، وهو إغلاق أي ثغرة يمكن من خلالها تحقيق اختراق ما لصالح التفاوض مع الشعب الفلسطيني، أي أنه كان يفتخر بموقفه المعادية لأي تفاوض ولأي جهد لتحقيق أي سلام في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ما يعبر عنه ليس بالتصريح فقط بل بالفعل. رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها بنيامين نتنياهو مع أركان حكومته اليمينية المتطرفة والمتشددة جدا. نتنياهو يقود اليمين المتطرف الذي يسعى إلى صنع قوانين عنصرية عديدة ويتخذ إجراءات قمعية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، تعكس وجها عنصريا واضح للعالم ويعكس الجهود الحثيثة المبذولة لإقصاء شعبنا عن أرضه وعن أي طاولة مفاوضات حول مستقبل الشرق الأوسط. هذا المستقبل الذي يحلم القادة الإسرائيليون بأن يكون تحت هيمنتهم وعلى مقاسهم وحسب معاييرهم وملبيا لمصالحهم. وهذه الجهود أو بالأحرى المساعي تتمثل وتنعكس بشكل واضح في سياسة العقاب الجماعي الممارسة ضد كل أبناء شعبنا الفلسطيني دون تمييز بين طفل ومسن ومن دون أي رحمة إنسانية. فسياسة هدم البيوت هي سياسة عقيمة لن تخدم الأمن الإسرائيلي بل تعرضه لمزيد من الخطر والإحراج، لأن هكذا سياسة تحرض وتشجع من يشاهد عملية هدم منزل عائلة أحد منفذي عملية مقاومة الاحتلال على التمسك بالنضال والمقاومة، حتى أن الذين يحبون السلام والأمن والاستقرار يكفرون بما يجري ويضطرون طوعا وبسبب مشاعرهم الوطنية للانخراط في عمليات المقاومة. إنها سياسة إسرائيلية فاشلة تعبر عن حقد وعداء كبيرين ضد شعبنا، وتعبر عن صلف إسرائيل وعنادها ورفضها للقوانين والقرارات الدولية وإصرارها على مصادرة كل حق من حقوق هذا الشعب الصامد الشجاع. لقد كانت إسرائيل في القرن المنصرم تقصف وتقتل الأطفال والشيوخ في مخيمات لبنان، وكانت النتيجة عكسية إذ كان الشبان والفتيان والرجال ينخرطون في المقاومة وينضمون إلى ألويتها رداً على هذا القصف، فكانت إسرائيل تقتل العشرات وبالمقابل تتعاظم قوة منظمة التحرير والمقاومة بانضمام العشرات من الرجال والشباب إليها. قد يعرف قادة إسرائيل هذه الحقيقة ولكنهم ولأنهم معادون لأي سلام ويرفضون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال له ولأراضيه، فأنهم يواصلون هذه السياسة العقيمة التي ستدخل المنطقة في دوامة من العنف والعنف المضاد. والغريب العجيب أن قادة العالم وفي غالبيتهم يعرفون أن شعبنا مظلوم وأن احتلال إسرائيل لأراضيه يجب أن يزول، إلا أنهم لا يفعلون أي شيء لوضع حد لهذه السياسة الخاطئة والظالمة لشعبنا. لقد عانى ويعاني شعبنا باستمرار ومنذ أكثر من نصف قرن من سياسة العقاب الجماعي ولكنه صمد وصبر، وهذه السياسة الإسرائيلية تؤكد على ضرورة العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض وضرورة التصدي له ولسياسة العقاب الجماعي. فهذه السياسة لم تبذل ولم تغير ولم تمس بعزيمة وإرادة شعبنا الصلبة في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة في السابق، وبالتالي فإنها لن تؤثر عليه حاليا ومستقبلا وستكون نتائجها على الاحتلال عكس ما يريده ويسعى إليه. وإذا امتدادا لسياسة التمييز والعنصرية التي تنتهكها السياسة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، شهدنا في هذه الأيامات الماضية القليلة ذكرى 70 عاما على اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقامت جمعية حقوق المواطن في إصدار عمل فني ملتزم يؤكد على انتهاك السياسة الإسرائيلية ضد حقوق الفلسطينيين والتي تدعم الشعب الفلسطيني وتدعم حقوقه. والحديث عن هذا الموضوع ينضم عبر الخط الهاتفي السيد شرف حسان مدير قضايا التعليم ومسؤول ملف التربية في جمعية حقوق المواطن. أهلا بك يا أستاذ شرف معنا. أهلا بك ميسون وبجميع المشاهدين. يا هلا. 70 عاما أستاذ شرف على حقوق الإنسان، ولكن أين حقوق الإنسان اليوم في العام 2018 وكيف يمكن السيطرة على هذه سياسة التمييز العنصرية من خلال المجتمع المدني وخاصة في جمعية حقوق المواطن من خلال الأعمال والبيانات التي تلتزمون بها؟ الحقيقة يعني بعشرة 12 كان الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الإعلان الذي أصدرته الأمم المتحدة بعد كوارث الحرب العالمية الثانية وملايين القتلى والجرحى وما والجرائم التي ارتكبت خلال هذه الحرب. للأسف بعد 70 عاما على هذا الإعلان نجد أنفسنا في عالم صعب من ناحية وضع حقوق الإنسان، الانتهاكات اليومية بالذات للشعوب التي تقبع تحت مآسي الاحتلال كالشعب الفلسطيني.
ولذلك هذا الموضوع يعني الاحتلال والوضع حقوق الإنسان في البلاد بشكل عام وضد الفلسطينيين بشكل خاص، يعني هو واحد من المحاور الأساسية للقضايا المركزية التي تشغل جمعيات حقوقية في البلاد وفي العالم. وأنا أعتقد أنه للمجتمع المدني دور كبير بالذات في التوجه في فضح هذه الممارسات، وبالتالي وأيضا في محاولة زيادة العمل على زيادة الوعي وكشف هذه الممارسات للرأي العام ومحاولة توعية الجمهور لهذه الأمور ومخاطرها والحاجة إلى وقفها. أستاذ شرف، نحن نعلم أن هناك سياسة تمييز، هناك الحقوق وهناك الجمهور، الجمهور يجب أن يكون واعي لهذه الحقوق، وأنت أيضا قبل قليل ذكرت على سياسة الوعي، كيف ما هي الآليات التي تقومون بها تستعملونها لكي تنشئون الوعي في المجتمع العربي لدى الجمهور العربي، خاصة أن الجمهور العربي هو بحاجة إلى أن نلقنه هذه التوعية وهذه الآليات؟ في جمعية حقوق المواطن قسم التربية يعمل بشكل خاص مع المعلمين والمعلمات العرب بمحاولة لتوعية المعلمين والمعلمات بصفتهم الحلقة المركزية في العملية التربوية. يعني نحن نعرف أن معلم مسيس، معلم واعي يعي فكرة حقوق الإنسان ومطلع على انتهاكات حقوق الإنسان يستطيع أن يربي أيضا طلابه حول هذه القضايا، يعني ممكن أن يتعاطى منها حول هذه القضايا من خلال مواضيع التدريس المختلفة ومن خلال التربية الاجتماعية في المدرسة وليس فقط من خلال موضوع المدنيات الذي يتعامل أو يتعاطى إلى حد معين محدود بمواضيع مثل قضايا حقوق الإنسان، بالذات أنه اليوم للأسف في إسرائيل مناهج التعليم تشهد تراجع كبير باتجاهات تقليص كل ما يتعلق بالديمقراطية والقيم الإنسانية باتجاه التركيز أكثر على القيم الصهيونية والأفكار الصهيونية والرواية الصهيونية بهدف يعني إحداث غسيل دماغ للطلاب اليهود والعرب، أو بالأساس اليهود قبل العرب، من ناحية أنه لمن هذه البلاد وما هو مستقبل كل شعب في هذه البلاد. يعني عمليا اليوم التعليم أصبح مجند، كل الوقت كان مجند في إسرائيل، ولكن في السنوات الأخيرة يعني شهد قفزة نوعية باتجاه اليمين العرقي، باتجاه الرواية الصهيونية كما يفهمها اليمين في إسرائيل، وباتجاه أيضا إخفاء حقيقة وجود احتلال ووجود انتهاكات أصلا لحقوق الإنسان في البلاد. يعني إسرائيل كما استورتها في مناهج التعليم كأنها دولة مثالية يعني بالنسبة لدول العالم الأخرى. نعم أستاذ شرف، أنت تعمل على موضوع قضايا التعليم في المجتمع العربي، وهذا ملف أنا أعترف أنه غير بسيط وشائك ومعقد، خاصة أنك تعمل مع الشرائح التي هي في مرحلة جيل ووعي أيضا شائك ومركب، ولكن لماذا في الآونة الأخيرة نشهد نسبة عنف كبيرة في المدارس ضد المعلمين ضد الأهالي، وأيضا أغلب المشاكل والعنف يأتي على يد الجيل اللي هو ما زال في المدارس وفي تحت جيل القانون، ولكن ما هي هذه الأسباب في تزايد العنف في المدارس وخاصة العنف نحن مسؤولون عنه؟ صحيح، الحقيقة يعني مجتمعنا يشهد موجة كبيرة من العنف، والمؤسف أنه هناك خطوط حمراء يتم تجاوزها كل يوم بالذات في التعامل مع المدارس والمؤسسات التعليمية. يعني المؤسسات التعليمية المفروض أن تكون خط أحمر، يعني يجب أن يحافظ المجتمع عليها بدون عنف، بالأساس عنف موجه ضد العاملين في جهة التربية والتعليم. في السنوات الأخيرة نرى أن هناك أيضا عنف من قبل أولياء أمور الطلاب ضد المعلمين، وأيضا نرى أيضا أن هناك دخول للجريمة المنظمة أيضا للأسف الشديد إلى أسوار المدارس. يعني هناك للأسف الشديد مدير مدرسة فقد حياته، هناك دخول الأسلحة إلى المدارس، هناك طلاب يستعملون أدوات حادة في المدارس. كل هذه الأمور يعني تلزمنا كمجتمع أن نقف للحظة ونفكر في مثل هذه الأمور وأن نحاول وأن نعمل على إيجاد الأدوات. يعني للأسف إحنا في السنوات الأخيرة كثير
نحكي على أنه هاي الظاهرة يجب أن تنتهي، ولكن حتى الآن لا يوجد خطط عمل جدية لمحاولة وقفها. وهنا أنا أدعو السلطات المحلية العربية والمجتمع المدني إلى التكاتف وإلى التعاون والعمل من أجل ليس فقط الشكوى والصراخ والبكاء، إنما من أجل وضع خطط عينية وبرامج تنفيذية لتنفيذها لوقف مسلسل العنف. مهم جدا الإشارة أن عندما نتحدث عن العنف نحن يجب أن نميز بين أنواع العنف. يعني إحنا ما نحكيش فقط عن عنف عادي اللي موجود ممكن في كل مجتمع ومجتمع، إحنا كثير مرات بنحكي عن عنف ولكن نقصد الجريمة، ونقصد أحيانا الجريمة المنظمة. شرف، هل لك أن توضح لنا أن تمييز بين عنف وجريمة وجريمة منظمة؟ يعني واضح انه كله ممكن نحطه تحت خانه العنف، ولكن الجريمه المنظمه هي الجريمه التي تدخل فيها عصابات ومنظمات الجريمه المنظمه، يعني التي تعمل كأي منظمه ولديها مواردها وقدراتها وامكانياتها، واحيانا دول تعجز عن تفكيكها والوقوف ضدها. لذلك محاربه الجريمه المنظمه يتطلب تجنس كامل من قبل المؤسسة، من قبل الدولة لمحاربة. للأسف يعني هناك إشارات كثيرة في إسرائيل إلى وجود أحيانا تعاون وتفاهمات بين العصابات من هذا النوع وما بين الشرطة، يعني الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام، السؤال هل بإمكان فعل معنية الدولة بمحاربة هذه العصابات أو هذه المجموعات، أو أنها تتعامل معها طالما أنها تعمل في نطاق المجتمع العربي. بينما في المقابل العنف والجريمة موجودة في كل مجتمع. أنا يعني في مجتمعنا في الفترة الأخيرة هناك مثلا حالات قتل النساء مثلا، هذه ليس جريمة منظمة، أحيانا هذا عنف عادي، أو أحيانا العنف في بين الطلاب في المدارس يعني أو الطلاب أو في المجتمع بشكل عام، أو حالات قتل على خلفية شجارات عائلية، هذا عادة ليس جريمة منظمة. ولكن هذا دخول السلاح الغيرش أو السلاح الأسلحة النارية ووجودها بكثرة في المجتمع العربي بسبب وجود العصابات التي تسوق هذه الأسلحة وسقوط الشرطة على مثل هذه الأمور، طبعا يشجع انتشار العنف وانتشار الجريمة وانتشار الجريمة في مجتمعنا. ولذلك هنا يعني بفكر مسؤوليتنا الأمر الأساسي الأول الذي ممكن أن نقومه فيه كمجتمع أن نمنع سقوط طلاب وشباب جدد في شبكات الإجرام أو في شبكات المجموعات المنظمة للإجرام. يعني هذا بفكر مسؤولية كل عائلة ومسؤولية كل مدرسة أن تحاول استيعاب الطلاب، بالذات الطلاب الموجودين في ضائقة، الأطفال الشباب في ضائقة، لأنه ممكن يكون من المرشحين الأوائل للسقوط في عالم الشبكات المجموعات المنظمة للإجرام. نعم. السيد شرف حسان، مدير قضايا التعليم وأيضا مسؤول ملف التربية في جمعية حقوق المواطن، شكرا لك على مداخلتك في متر الصحافة. وعودة والبقاء أيضا في الملف الفلسطيني والإسرائيلي، من بين الملفات التمييز والعنصرية، شهدنا هذا الأسبوع محاولة لنص قانون طرد عائلات مفقودي العمليات في الضفة الغربية، ومن هنا أنتقل إلى الملف الإسرائيلي والفلسطيني بهذا الخصوص. نشر على وكالة وفا مجلس الوزراء على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية لشعبنا. أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رامي حمد الله تصعيد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الإرهابية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني واجتياحات قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين للمدن الفلسطينية في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي وخرق للسيادة الفلسطينية. وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدولي، محذراً من تداعيات هذه الاعتداءات ومن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وبما يفسره الاحتلال الإسرائيلي بالضوء الأخضر لما يقوم به. وفي وكالة معاً 486 حالة اعتقال خلال تشرين الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال 486 فلسطينياً من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر تشرين الثاني 2018، من بينهم 65 طفلاً وتسعة من النساء، وذلك بحسب الأرقام والإحصائيات التي أشارت إليه مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وفي موقع بكرة: المصادقة على تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع بشكل دائم. صادقت الكنيست الإسرائيلية على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزيراً للدفاع بشكل دائم، وتمت المصادقة بأغلبية 59 مؤيداً مقابل 56 معارضاً. وتسلم نتنياهو حقيبة الجيش مؤقتاً بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان الذي انسحب من الحكومة، واحتفظ نتنياهو بحقيبة الجيش رافضاً تسليمها لأحد غيره، إضافة إلى حقيبة الخارجية. ومن المقرر أن يعين أحد وزراء حزبه الليكود في المنصب لثلاثة أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب المصادقة في الهيئة العامة أو الكنيست. وفي وكالة وفا أيضاً: الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على قانون طرد عائلات منفذي العمليات. صادقت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات، وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في الجيش الإسرائيلي صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال 7 أيام من موعد العملية. وتأتي هذه المصادقة رغم انتقادات المستشار القضائي للحكومة أبيخاي ماندلبلت والأجهزة الإسرائيلية والتي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع. تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي بادر إلى طرحه عضو الكنيست موتي يوغيف بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف نفتالي بنت يتناقض مع القوانين الدولية ويدخل في باب العقاب الجماعي. ويذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد صرح أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون باعتباره أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية، وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي. ومن جهته قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة لكتلة الليكود أن طرد عائلات منفذي العمليات هو أداة ناجعة وأن الفائدة من القانون أكبر من أضراره. وفي موقع بكرة أيضاً: النائب جبرين يواجه الوزير أردان بالمعطيات الدامغة حول تفاقم العنف في المجتمع العربي. واجه النائب دكتور يوسف جبرين في خطابه في الهيئة العامة في الكنيست وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان قائلاً أن الجمهور العربي ينتظر منه أجوبة حقيقية حول استمرار جرائم العنف الدموي في البلدات العربية وحول إخفاق الشرطة بالقيام بدورها. وقد طرح جبرين أمام أردان المعطيات الدامغة حول تفاقم الجريمة بالمجتمع العربي في السنوات الأخيرة وتقاعس الشرطة عن القيام بواجبها. وفي صحيفة هآرتس: النيابة العامة توصي باتهام نتنياهو بتلقي رشوة. أوصت النيابة العامة الإسرائيلية أمام المستشار القضائي للحكومة أبيخاي ماندلبلت بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تنسب فيها إليه تهمة تلقي رشوة في 3 ملفات فساد، وهي الملفات 1000 و2000 و4000. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها باتهام نتنياهو بتلقي الرشاوة. والنيابة العامة استكملت تقريراً حول الملفات الجنائية المشتبه بها نتنياهو، وسيجري ماندلبلت مداولات الأسبوع المقبل بالاستناد إلى مسودة تقرير المدعي العام شايني تسان والمدعية المرافقة للتحقيقات في هذه الملفات ليات بن أريه، والتي تصف الملف 4000 أنه ملف فساد بامتياز. ووفقاً لتقرير المدعين فإن بالإمكان وصف الملفين 1000 و2000 بأنها ملفات رشاوة ولكن بمستوى أدنى. وفي موقع والا العبري: ملفات نتنياهو ستبدأ مناقشات ماندلبلت الحاسمة في غضون أيام. قال المدعي العام أنه في الأسابيع الأخيرة تم إرسال الآراء الكاملة لمكتب المدعي العام إليه، وأن مداولات النائب العام بشأن قضايا 2000 و4000 ستبدأ بعد وقت قصير بعد دراسة النائب العام بمواد التحقيق. وعودة إلى وكالة وفا الخارجية: وحش الاستيطان يلتهم الأرض الفلسطينية وسط انحياز أمريكي وتخاذل دولي. وفي وكالة معا: كحلون، نتنياهو لا يمكنه الاحتفاظ بمنصبه إذا قدم ضده لائحة اتهام. وفي موقع عرب 48: في القدس عصابات تدفيع الثمن تنفذ أعمال تخريب وشعارات عنصرية. وفي موقع عرب 48 أيضا: هدم العراقيب للمرة 137. وأخيرا في موقع والله: ماندلبلت، نحن على وشك اتخاذ قرارات في ملفات نتنياهو. إذا مشاهدين كانت هذه أهم وأبرز العناوين ورصد الحصيد حصيلة الأحداث لهذا الأسبوع. إلى هنا نطوي أسبوع الأحداث والعناوين لهذا بهذه الحلقة. تحية لكم وإلى اللقاء.